أعلن منتدى شباب العالم توقيع مذكرة تفاهم مع منصة تيك توك رائدة عالميا في مجال الفيديوهات القصيرة بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الشباب للانخراط في سوق العمل فضلا عن زيادة الوعي بقضايا الصحة النفسية. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمنتدى شباب العالم في الاهتمام بتعزيز ونمو بيئة ريادة الأعمال فضلا عن دعم وتشجيع الشباب واحتضان المواهب الشابة وتأهيل للمشاركة الفعالة في سوق العمل مما يمكنهم من اكتساب مهارات وخبرات متقدمة تعزز فرصهم المستقبلية. حضر مراسم التوقيع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وسارة بدر المنسق العام لمنتدى شباب العالم وفرح طوقان مدير العلاقات الحكومية لتيك توك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وباكستان.